شكرا كتير. اختي اهلين وسهلين. اهلين غمزة. امي مالها بالبيت؟ ايه بالبيت، بدها تاخذ استراحة لفترة وبتقدر تمشي امور الشغل وهي قاعدة هون. كيفك انتي؟ مو بخير. شوفي قولي. عم نطلق انا وسنان، لهيك قررت اترك البيت. كأني ما سمعت غلط. زينب شوفي. سمعتيني منيح، سنان كان بيعرف انه تورنا عايشة وكان مخبي علي. كل شي بهداك البيت بيذكرني بكذبته علي. بقدر ضل قاعدة معكن هون؟ أمي، أمي، أختي، شو هالحكي هاد؟ هذا بيتك، أكيد فيك تضلي. زينب، شوفي، سنان يعني يمكن يكون مجبور إنه كذب عليكي بنتي. السبب يلي خلاه يخبي عنك. شوفي، أكيد أختي تعبانة ومو نايمة مبارح، خليها ترتاح الليلة ولا تتعبيها بهالقصة، بعدين منحكي ومنفهم شو صار. هي مشكلتها إنه سنان خبى عنا وما خبرها. أختي إذا بدك روحي ارتاحي بغرفتك هلأ، قصدي منحكي بهالموضوع بوقت تاني لما تهدأ أعصابك، لأنه هلأ مو الوقت المناسب لحتى نحكي. تمام، شكراً لدعمكم. أمي لا تقلي لها، أختي بحاجة تحضني ضمها ويخفف عنا، ولازم نكون هلأ هيك، لا تخبريها. ما بقدر خلي سنان يتحمل اللوم كرمال غلطتي إلي، مو صح. طيب أمي حكي كل شي، خلينا نشوف شو رح يصير. أنتي قلتي يلي رح أقوله رح يضايق أختك كتير ويخليها تبعد عني، بس أنتو لازم تكونوا معه وتدعموها وما بيصير تتركوها لحالة. وسنان ما نو حدا، متخيلة شو رح يصير فيها إذا نحنا تركناها كمان؟ لا أمي، ما فيك تتركي أختي بلا أم. شوفي أنا رح أقلك شغلة، بدك تجي معي اليوم على المكتب كم ساعة، منشوف ملف حالة الأرض وبعدها ما عاد في شغل لبقية الأسبوع، مو هيك؟ أوكي اتفقنا. يلا حسن يلدز، أنا بكون أخته، أخي إجا لعندكن مبارح. حسن يلدز؟ أها. خليني أشوف. مو عنا. شلون هيك؟ يعني في شي عائلة إجت لتتبنى أخي وأخدته؟ حسن وينه يعني هلأ؟ لمين حطيته؟ لو سمحتي دوري منيح. حبيبتي مو سهل إنه عائلة تتبنى بهاي السرعة، ما عطوا لأي عائلة، لساته بالمشفى عنا. بالمشفى؟ ليش هو مريض يعني؟ لا لا ما في شي، بس بياخدوا للمراقبة الصحية، كل ولد بالميتم بياخدوه على المشفى لحتى يطمنوا على صحته، يعني مو لأنه مريض أبداً. تمام، طيب بقدر استنى هون شوي لحتى اشوفه لاخي الصغير؟ خليني ضل بس شوي، بدي اعطي اخي حسن لعبته يلي بحبه لانه نسيه بالبيت. كتير حلوه، استني عندي اذا بدك. لا رح استنى برا مشان اشوفه لما يجي. Thank you.
فاجأتني العمة سكار بهي الإسوارة. مدي إيدك يلا. كتير حلوة. شو عجبتك بنتي؟ اعتني فيها، وهذا لونك المفضل كمان، مو هيك؟ يا سلام. مظبوط، أنا بحب الأزرق الفاتح. أمي أمي، جاهدة خانم والأنسة غمزة طلعوا، لازمك شي؟ سلامتك آسيا، أنا كمان بدي روح. ماشي، يلا بشوفك. يكون تمام، ماشي يا روحي؟ شوف لعبتك، شو تذكرت لسكيز؟ معناها أنت أخته؟ إيه أخته. كيف صحته أخي حسن؟ منيحة مو هيك؟ ما بيشكي من شي مزبوط؟ إيه كتير منيح، قال الدكتور صحته منيحة، لا تخافي عليه حبيبتي. تمام. قديش عمرك؟ 8 سنين ونص، يعني ما فيني اطلع واخذ معي اخي حسن على الجنينه لحتى يشم شويه هواء؟ ممنوع، انت كتير صغيره، ما بامن ابعته معك. انت فيكي تجي مع امك وتشوفي. بس انا عم اشتاق له كتير لحسن. عم استفد له وبدي اشوفه والعب معه بس شوي. بترجاكم بدي اقعد معه شوي، يعني شو رح يصير اذا سمحتوا لي اطلع معه على الجنينه؟ الطقس حلو، بس تمشوا حوالين الحديقه وانتبهي منيح. ماشي ماشي، يلا لشوف. استني لحظه، قلي هدول وانت عم تتمشي، ويلي بيزيد خدي معك على البيت. ماشي تمام؟ ماشي، رح استناكي هون. طيب حسن، شو رأيك نتسابق لعند المقعد؟ ماشي تمام. حسن عم يمشي، حسن رح يسبق، سبق ملك وشكله رح يفوز عليها بالسباق. حسن رح يوصل ويفوز، وحسن هو يلي فاز. هي. حسن حبيبي، أنا كتير عم اشتاق لك. أخ شو صار؟ خدا يلا. أخي وين غرفة الفطور؟ وقت الفطور عنا خلص للأسف أستاذ، بس إذا بتحب تفطر نحن. ماشي ماشي، ما بدي. شو بتقدموا الفطور قبل طلوع الضوء انتو؟ شو هاد يا؟ صحة وهنا معلم. أخي جيب لنا فطيرتين جبنة وكاسة شاي كمان. على عيني. ليك وجيب لي بريق مي. تكرم عينا. حروك. تفضل عمو. يسلموا عمو. لك الله يرضى عليك، والله كبرت وصرت تساعد ابوك. يلا جيب مي بارده للزبون بسرعه. يلا برافو، روح. قدم له اياها. برافو عليك، برافو.
تبلع العلكة إيه حبيبي؟ رح دير بالي عليك. أوه، وسكيز الأرنب رح يحميك طول الوقت. هنن كتير قوايا وفيهم ينطوا يركضوا بسرعة هيك 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 هيك. وكمان بيقدروا يتخبوا كتير منيح وما حدا بيقدر يلاقيهم. يلا حبيباتي. ملاك؟ استني شوي، عدي ليش سميتي حسن؟ الاسم حلو وللصراحة حبيته. كان عندي بالحارة رفيق كان حلو كتير وكان اسمه حسن، وقتها كنت صغير. شو لازم أقول لحتى تصدقني؟ ولا شي، بس حاسس بإني أبوه. بس مانك مصدق. معقول كن حامل من شخص تاني؟ ليش لا أحمل بولد مو شرعي؟ لا تقولي عنه مو شرعي، هذا ابني واسمه حسن وبيكون ابني. ماشي. ما قلتلك حأعترف فيه إذا تأكدت شو له؟ قلتلك وتأكدت. يا ريتك بكرت شوي، يا ريت. أمي كانت فلتانة يا شولة، أمي قضيت حياتي معها عم عد الرجال اللي كانوا يجوا لعنا كل ليلة. شو كنتي متوقع مني أعمل؟ تخيلي أنا زلمي ما قدرت أحمي سمعة أمي وشرفها. كل ما يرن جرس الباب كنت أقول خلص هالمرة رح أعمل شي ورح أحميها لأمي من هذا الرجال، وكنت أقول هلأ بدي أضرب كل مين بيفوت لعنا لهون وكسره. بس ما كنت أعمل شي أبداً.
أنا قدرت أحميكي شي؟ لما أخذك نجمي الحقير مني وقفتوا شي عند حده وساعدتك لتهربي منه؟ لا، قدرت إني أحمي ابني شي؟ لا، كمان رحت بدي بيعه لتاجر ولاد شولة مثل السمكة لما بالسوق بيقولوا تعوا خدوها تازة لحتى يشتريها حدا. أنا زلمة مو منيح يا شولي، وما هناك زلمة سيء. لقيتهم بالجنينة ولا حواليها، شو نعمل؟ دق إلى الشرطة. ماشي. اكسر الباب على مهلك. خير؟ جنكيز يلدز؟ ايه بذاته. حسن يلدز ابنك شي؟ ايه ابني، مزبوط هذا الشي. ايه ابني، شو بدك منه؟ اللي ابنك هون؟ لا، بالميتة. شوفي. خير اخي؟ شوفي شو عاملين هدول. ما في شي يا اختي، تعالوا معنا. ليش بقى؟ حسن يلدز مو بالميتم، تعالوا امشوا على المركز. اول شي بتقلي انه ابني مانو بالميتم، وبعدين بدك تاخذنا ما بعرف لوين. نحن ليش شو عملنا لحتى تاخذنا؟ وينه ابني هلا؟ رح تعرفوا لما تجوا على المركز. يلا. سياره الشرطه الضخمه هي، يا لطيف، لشو كل هاد بقى؟ وليش عم تاخذونا بالقوه مثل المجرمين؟ اللي بالاول ابني وينه، وليش بدكم يانا بالمخفر هلا بهذا الوقت؟ يا خانم هذا الشي مستعجل، ولادك مو معروف وينه. تعالوا معنا لنحل الموضوع بسرعه. الله يجيرنا من ساعة الغفلة. يلا عجلي، يلا حركي. يلا
ليش اخذني بهي الطريقه؟ انا يلي انخطف ابني، معقول مجنون لهالدرجه لحتى اسرقه؟ لا تعيطي هيك، حيسالونا كم سؤال ونمشي خلصنا. عن شو بدهم يسالونا وليش لحتى يسالونا؟ اذا مو المره اللي اسمها زينب ورا هالقصه ما بيكون انا اسمي جينكيز. ها شفتي مثل ما قلت لك كل المصايب من ورا زينب خانه، ما صدقتيني؟ قول لهديك المره تبعد نهائيا عن اولادي وخلصنا بقى. هاي الدفاتر اللي بيناتنا ما بظن تتسكر ابدا، ها لاني بكتب كل شيء على جنب. بنتك ملك خطفت ابنك حسن من الميتم، هي وين ممكن تروح فيه؟ لا 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 طبعا اكيد، منيح انك خبرتيني فورا، يسلموا ايسال، شكرا. ماشي تمام رح خبرك، بس اسمع اي شيء. ماشي طيب. اخ يا ربي شو هالحظ النحس لهالولاد هدول. قنول قولي لي شو قالت لك ايسال عن هدول الاولاد؟ امي تورنا واخوها مفقودين والشرطه عم تدور. يا لطيف. ايه بنتي ما بظن انه تورنا مفقوده، إن شاء الله يكونوا بخير. ما نوم بخير؟ يعني معقول بعد كل هذا الشيء اللي صار معهم رح يكونوا بخير؟ أكيد في إنا بالموضوع. معقول زينب بتكون عملتها؟ اسمعني منيح، كل هالشي أكيد صار من تحت راس الملازم السابق سنان، أكيد هو يلي خطفه. إيه أكيد هالشي، كانت معلمة بنتي. وبعدين بيوم من الأيام انفقدت بنتنا، كنا مفكرينها ماتت، وبعدين عرفنا أنه زينب الأنسة هي اللي خطفتها. وبعدها طبعاً لقينا بنتنا بسرعة لأنه حظنا كتير حلو، ورجعت طلعت لنا مرة تانية لأنه حاططنا براسها. قصدي بتضل تحوم حوالين بيتنا أولادنا، هي مجنونة شي؟ هي وحدة مجنونة. زينب كنيتها كانت جونيش، وهلا طبعا أخذت كنية زوجة الملازم السابق، كانت مخططة لهالشي. أحسن ما تسألونا وتستجوبوني، روحوا واسألوها لزينب وين أولادنا وين راحت فيهم. شو رأيك بهالكلام؟ ما بعرف، صار لازم نستدعي المدام زينب للشهادة سيدي. بتحبي حط لك شنطتك بالغرفة؟ لو سمحتي. ألو سنان؟ شاهدة خانم، بدي أحكي مع زينب تليفونها مسكر، هي عندك شي؟ إيه رح تضل كم يوم سنان بسببي أنت كمان. شاهدة خانم في شي أهم صاير معنا هلأ، تورنا وأخوها مفقودين. لا شو قصدك مفقودين؟ كانوا بالميتم من ساعتين وبعدين اختفوا، ما عاد حدا شافهم. والميتم خبر المكتب المتخصص بسلامة الأطفال، لازم زينب تجي لمركز الشرطة وتدلي بشهادتها. ماشي ماشي، هلأ رح خلي زينب تروح بسرعة. سنان أنت وزينب شوف كل شي صار معكم بسببي. يا خانو أنا حكيت زينب بهالموضوع وسكرنا عليه، وما جبت سيرتك ولا قلت لها شي عني، بتمنى منك تكوني بعيدة عن هالموضوع قد ما فيك. فهمتي علي ولا لا؟ فهمت. شوفك الرقم الذي تتصل به. نعم ترد؟ لا مسكر. أخ يا زينب، أخ يا بنتي شو عملتي؟ شو نعمل هلأ أمي؟ شو بدي ساوي؟ قليلي اعملي شو ما بدك، شو بيعرفني أنا؟ لمين عم تدقي؟ أمي رح أسأل جاهدة خانم إذا تعرف وين زينب.
ألو؟ ألو جاهدة خانم، مساء الخير. أنا بعرف شو صار جنول وزينب عندي، لا تقلقي، رح نروح لمركز الشرطة بعد شوي. لازم سكر هلأ، حاكيكي بعدين ماشي؟ الله معك. زينب؟ آسيا؟ آسيا؟ نعم يا خانم. تعرفي لي زينب وينها؟ ايه شفتها طلعت بعد ما انتي رحتي على الشركة يا خانم. وليش ما خبرتيني من قبل؟ لأنه ما سألتيني يا خانم. عم تستنيني لأسأل آسيا؟ ها زينب وين كنتي بنتي؟ أنا؟ ليش عم تسألي شو في؟ للحظة فكرت إنك شو فكرتي أمي؟ قولي لي شو صاير؟ تورنا وأخوها مفقودين بنتي. وأخيراً وصلنا، هذا البيت يلي قدامك لابن الخالة أيسال، يعني مثل أخونا الكبير. الخالة أيسال زعلانة كتير من ابنها، أخذت هالمفتاح من دون ما تعرف حتى، قصدي لأني كنت مضطرة. أنا ما أخذته مشان أسرق، بس لأني مضطرة. رح نلعب لعبة التخباية بس كم يوم بهالبيت مشان ما حدا يلاقينا ويبعدنا عن بعض. مو حلو البيت حسن؟ أوه شو في تلفزيون هون كمان، شوف على هديك الكنبة رح ننام، شوفها مو حلوة؟ رح نقدر نشوف أفلام كرتون على التلفزيون كمان. استنى هون حسن ماشي، رايح أشوف المطبخ بلكي لقينا شي لحتى ناكله، لنشوف شو في بالبراد شي طيب بيتاكل. كنت نسيانة، في أكل معنا بالعرباية. شوف رح ناكل هدول سوا ماشي؟ يلا تعا. أوبا أنت جوعان؟ رح طعميك. تعرفي أني رحت لقدام بيتهم وبعدها رجعت، ما كنت بعرف شو رح أعمل إذا شفت تورنا وأخوها قدامي، يمكن كنت أخذتهم فورا. مرحبا. مرحبا. كيفك زينب؟ بظن إنه عنا شوية وقت، قعدوا وتفاهموا. إيه فاتي وين بدهم ياخدوها أمي؟ تعالوا من هون. زينب شافت الأولاد وقت كانوا رايحين مشوار مع أمهم، طبعاً بموافقة أمهم يعني. مزبوط؟ إيه مزبوط، كنا بمشوار سوا. آخر مرة شفتي فيها ملك أكشاي كانت بالمشوار؟ لا، ببيت جنول أصلاً مبارح الصبح كانت آخر مرة بتشوفها. تورنا؟ لا تلمسيني أبداً ولا تقربي، لأنه كل هالشي صار بسببك، أنت كنت السبب بكل شي صار معي. فتشنا كل مكان له علاقة فيكي منشان هذا التحقيق بالذات زينب خانم. أول شي دورنا ببيتك طبعاً بموافقة زوجك سنان ديمير، بعدين فتشنا ببيت أمك طبعاً بعد موافقتها لجاهدة خانم، ما لقينا أي علامة أو شي بدلنا على مكان الأولاد المفقودين. زينب خانم أنت بتعرفي ليش انذكر اسمك بالذات بهذا التحقيق؟ زينب خانم التحقيق عن الإفادة اللي قالتها؟ مو هيك بس جاهدة خانم، بتعرفي زينب خانم إنه عندها حكم مؤجل، أما بالنسبة للجريمة اللي منسوبة لإلها إذا عرفنا أو حتى شكينا إنه زينب خانم عملت لو غلطة صغيرة
رح نبت بالحكم فورا وتنحط بالسجن لوقت طويل. بعرف هذا السبب يلي ما خلاني أعمل شي مثل هاد وأخطف الأولاد. ايه ما خطفتيهم، ما خطفتيهم زينب خانو، لكن البنت ملك أكشاي، يعني ما كنتي عم تلحقيها أو حتى تحاولي تتصلي فيها؟ شوف حضرة الضابط، رح تشوف هالشي بنفسك بالحكم المؤجل القديم الخاص بزينب. تحددت مدة البعد لست شهور كاملة بيناتهم، ومر تقريباً سنتين ولساتها ملتزمة. أنا ما عم قول هيك بالاعتماد على التهمة القديمة. زينب خانم عملت اجتماع مو رسمي مع مدير الميتم وراحت لحالها لبيت الأولاد المفقودين نفسهم كمان. مزبوط، بس هذا كان مشان الأولاد. أكيد هدول الأولاد ما لازم يعيشوا هنيك لأنهم عم يتعذبوا. بدي ملك وأخوها يعيشوا ببيت فيه أمان أكتر، وحاولت لاقي حل المشكلة وعملت هالشي بطرق قانونية مو بالخطف سيادتك. فهمان عليك زينب خانم، بس مرة واعية ومتعلمة مثلك أنتي لازم تعرف أنه ما فيها تكون أم للبنت بطرق قانونية. مكتوب هون أنتي ما فيك تتبني ملك أكشاي أبدا. يلا 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 اوبا اخي، طيبة كتير مو هيك؟ شكلها طعمتها طيبة والله. صحتين وهنا حبيبي، منيح انه لقينا بيت نقعد فيه، ما حدا بيقدر يصرخ علينا بعد هلأ مو هيك؟ قول يلا هيك احسن، نحنا ما حدا بيهتم فينا. على كل حال شو ما طلبنا منهم رح يقولوا لنا لا ما في. يا الله شلون امي بتعمل فيك هيك؟ هي كيف اخذتك لهنيك لحتى تعيش لحالك؟ كيف اخذتك حبيبي؟ حتى الانسة زينب عم تحاول تبعدنا عن بعض. مشان هيك ما رح نقول لحد عن مكاننا، ماشي حبيبي؟ ما رح يقدروا يلاقونا. مين هاد؟ حسن تعال لا تخاف أخي، ما في شي أبداً، لا تخاف أنا معك ماشي؟ يمكن عرفوا محلنا. استنى رح شوف مين على الباب وأنت خليك هادي، شش لا تطلع صوت. حسن شوف صار في عنا رفيق جديد. مرحبا مرحبا رفيقي، كيفك؟ تع شو عم تعمل؟ انت منيح؟ زينب الحقيرة والله لحد شولي بعدي عني شولي هادي اعصابي ما رح حدا يكلمك حالي عم تفهم شولي ورا شولي شو بدك مني من هون شو بدك مني من هون ارجعي لورا بعدي عني يلا لا تاخذي وتاخذي يلا يلا خذهم اعمل لك خذوهم بسرعة ماشي ماشي بسرعة حقيرة زينب انت منيحة؟ مش شايفني مالي منيحة ليش عم تسأل؟ امي خلينا نروح. منيحة؟ ايه منيحة. لازم لاقي هدول الولاد. البيت كتير هادية.
ما في ولد عم يبكي ولا بنت عم تقلي يا أمي. حلو هالهدوء هاد، نحن لحالنا هلأ. ايه خلص شبك روقي، إلا ما يلاقوهم لا تاكلي هم. آه بكرهها لهديك المرة كتير. والله وأنا كمان بكرهها أكتر منك بألف مرة. ما بعرف شو بيشوفوا فيها الناس وهي ما بتساوي 5 قروش بساعة الغلاء. شو حب فيها هداك الملازم؟ لك ليش تزوجها حتى؟ ماني فهماني ليش بالمرة؟ هديك المرة زينب رجعت ولعبت بعقل ملك مرة تانية. لا كانت ملك مبسوطة وكل شي كان منيح ونسيت كل اللي صار. كانت عم تدير بالها علي وتهتم بأخوها وتنادي لي أمي أمي، بس لما راح أخوها على الميتام. بكفي بقى، حاجتك نكاد يا بنت. خلصنا، حيلاقوا الأولاد، الشرطة عم تدور بكل مكان، ورح يلاقوا أولادنا عن قريب كتير، فلا تقلق. ورح يرجعوا لنا، أكيد. ليكي تعي نروح على بودروم كم يوم لما نلاقي الأولاد. لبودروم؟ أنا وأنت؟ والمصاري؟ خلص حبيبتي، تركي هذا الشيء لزوجك جنكيز، ما يهمك شيء أبدا. لا تتأمل. لك حبيبتي أنت ليش هيك عم تحكي معي؟ راح نروح أكيد ونتفتل ببودروم وننبسط كتير. بس لولا دورت بكل مكان ومشيت بالشوارع والجناين يلي رحنا عليها بس ما لقيتها، كأنه فص ملح ودابت. ما بعرف وين بدي روح ولا عم بقدر أقعد. أختي شوفي، تورنا بنت ذكية كتير، بظن إنه هي لقيت مكان مناسب. ما قلتي إنها كانت عم تعتني بأخوها الصغير؟ لهيك هي أكيد بشي مكان بتقدر فيه تهتم بأخوها، يعني على القليلة بهالوقت. مع هيك غمزة هي لساتها بنت صغيرة. لا ما بظن إنهم انخطفوا بالمرة، أكيد هنن بشي مكان. أنا بوثق فيها لتورنا، أكيد لقيت حل لحالها، بس أنا عم بحترق من جوا لأني ما عم بقدر ساعدها ولا مدلة إيدي. أختي اسمعي، أكيد رح يلاقوهم عن قريب كتير ورح يكونوا بخير كمان. بعدين الشرطة عم تدور وسينان كمان. على سيرة سينان، أمي خلينا نفتح القضية بكرة. عن أي قضية عم تحكي زينب هلأ؟ مشان الله، قضية طلاقي. زينب فكري كتير منيح مرة تانية بنتي. ما بدي فكر بنوب ولا بدي اتناقش معه، مثل هاي الكذبة بعتبرها خيانة وإهانة كمان. أنا بعرف حالي منيح، ما رح أقدر أطلع بوشه لسينان مرة تانية بالمرة، خلص انتهينا.